السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. كنتمنى ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال، تكونوا بخير وعلى خير، وتكون ان شاء الله اموركم كلها مزيانة. فيديو جديد اللي درتها هاد النهار هذا ضروري ما غادي نشاركها معكم، ولكن اول حاجة البنات غادي نجاوبكم على بعض التساؤلات ديالكم، سيرتو البنات اللي معايا في الانستغرام. كنت بوستيت لكم واحد الصور واحد الفيديوهات قصار على هاد النباتات، النبتة ديال النعناع، وبزاف ديال الاخوات قالوا لي نزها شاركي معنا الطريقه ديال الزراعه ديالو والاعتناء به. سهله البنات، راه كنت درت لكم واحد الفيديو فيه واحد الدويره في ليدل، ووريتكم منين تاخذوا هاد الاعشاب المناسبه بحال النعناع، الازير، السلميه. المهم راه كنت شاركتهم معكم في واحد الفيديو. انا كناخذهم من ليدل الغرسه، هذه غير غرسه وحده تبارك الله، وشوفوا قداش ولات داعت. بالنسبه للنعناع كيبغي البنات، كيبغي هاد لوبو هذا ولا المحبق يكون كبير باش كيديع دغيا دغيا، كيبغي الاتساع كما كنقولوا، شويه ديال ليسباس. المهم هذا راه غير غرسه وحده وتبارك الله شوفوا قداش ولات. وبالنسبه لهذا راه غرسه وحده وقسمتها على جوج. هذا النعناع الحرش، كاينين جوج انواع في الليدل، غتلقاو هذا الحرش وغتلقاو هذا اللي شويه ملس بحال الشكل ديال النعناع العبدي، حتى ملقم فيه واحد الريحه بحال الشكل ديال فليو. المهم البنات راه ساهل الطريقه ديال الزراعه ديالو، كتجيبوا غير النبته وكتنقلوها للبول اللي يكون كبير باش دغيا دغيا تكبر ليكم. شوفوا تبارك الله قداش ولات. من مي كنبغي نقطعو كنضربو غير بالمقص، ولا كناخذ الوريقات ولا كنضربو بالمقص باش هكا دغيا دغيا كيخلف، ما تقطعوش هكا تنطروه بيديكم. وبالنسبه للطريقه ديال الاعتناء، دابا الحال سخون وكتضرب عندي هنايا الشميشه في هاد البليصه، كنسقي نهار نهار لا. اصلا النعناع كيبغي الماء، كيبغي الماء باش دغيا دغيا يخلف ليكم. صافي البنات كنظن نكون جاوبتكم. المحبقات ولا الغرسات غتلقاوهم في ليدل كيديروا تقريبا شي اورو 50، وتلقاوهم عند الناس اللي كيبيعوا الغرس، راه موجود النعناع لا مينتا باللغه الايطاليه. هانتوما البنات وجدت بريريت ديال اتاي بداك النعناع اللي زارعه في البالكون. فين ما كنبغي نوجد شي بريريت ديال اتاي كنقطع ليا واحد جوج ولا ثلاثه ديال العريشات وكندير بهم كويز ديال اتاي. المهم واحد المقوله ولا واحد المثل يمكن مغربي كيقول اتاي ديال العشره كيفتح لك اللون ديال البشره. انا ما عارفاش، انا كانت كتقولوا لي عجوزتي الله يرحمها ديما فاش كنت كنمشي لعندها ولا هذا، كتلحق الوقيته ديال العشره كتقول لي اجي نديرو شي كويز ديال اتاي، راه اتاي ديال العشره كيفتح البشره. ما عرفتش واش حسنتو ما سامعينها ولا لا. المهم البنات انا راه وجدته غير باتاي ديال هكا لي ساشي حيت ما بقاش عندي الحبوب. هذا كنت خديته من ام دي وصدق الزوينه البنات، فيه واحد الريحه زوينه، ما عرفتش ملقم يمكن بالزهار ولا بالياسمين. المهم مني كنصايب به اتاي كيعطي واحد الريحه زوينه وما غاليش. كنت خديته غير بشي اورو ما واصلاش، وكيجي تقريبا بحالو بحال اتاي الحبوب. المهم راكم عارفين الديباناج، مني ما تكونش الحاجه راه ضروري ما نديبانيو بحاجه اخرى، كيجي بحالو بحال اتاي. هانتوما ما شهيتكم البنات؟ شفتوا؟ يلا غادي ندوز دابا باش غادي نشوف شنو نوجد معكم في الفيديو، ولا شنو هي الوصفه اللي غادي نقترح عليكم. غادي نوجد معكم لي كوكيز، ساهلين في التحضير ديالهم، ما كياخذوش منا بزاف ديال الوقت في الكوزينه، وحتى المقادير ديالهم في المتناول، كيجيو لذادين في الطعم ديالهم ومقرمشين. كيمكن لكم توجدوهم بحال هكا الفطور ديال الصباح ولا الكوتي ديال العشيه، علاش لا، مع كويز ديال اتاي ولا كويز ديال القهوه. وسيرتو الوليدات الصغار غادي يحمقوا عليهم. المهم في المقادير غادي نحتاجوا ليهم، عندي هنايا 125 غرام ديال الزبده اللي تكون بالدرجه ديال حراره المطبخ. ومن الاحسن البنات تستعملوا شي نوعيه ديال الزبده اللي تكون ممتازه باش يجيوكم لذادين في الطعم ديالهم. 125 غرام ديال الزبده، عندي بيضه تكون بالحجم الكبير وحتى هي تكونوا جابدينها من قبل من الثلاجه، رشه ديال الملح، جوج كيسان ديال الدقيق الابيض او الطحين الفورس او ما يعادل 200 غرام، عندي نص كاس ديال السكر الاسمر لاكاسوناد، كيمكن لكم تعوضوه بالسنيده، ولكن بهذا السكر البني كيجي مقرمش وكيجي بنينه البنات. عندي هنايا زليفه ديال الحبيبات ديال الشوكولاته، تقريبا كاس ديال هذا ديال الشاي عامر، ثلاثه المعالق كبار ديال الكوك، جوز الهند، وغادي نحتاج واحد الساشي ديال الفاني،
وغادي نحتاجو الخميره ديال الحلوه. غادي ناخذ منها معلقه كبيره تكون عامره مزيان او ما يعادل 7 غرام. صافي البنات، هادو هما المقادير اللي كنحتاج باش نوجد بهم لي كوكيز. غادي ندوز دابا باش نشارك معكم الطريقه ديال التحضير ديالهم. كتاخذوا شي زلافه اللي غادي تخلطوا فيها، غادي ندير الزبده هي الاولى. كما قلت لكم ضروري تكون بالدرجه ديال حراره المطبخ باش دغيا تخدموهم. بيضه، غندير شويه د الملحه، واحد الراس د المعلقه بحال هكذا. ساشي ديال السكر فانيلا باش كنسمو به لي كوكيز. الكاس ديال السكر الاسمر ولا السكر البني. غادي نخلط مزيان الزبده والبيض والسكر حتى يندمجوا ليا مزيان. ممكن تخلطوها بالتراب هذا اليدوي ولا بيديكم اللي بغيتو. كتبقاو تخلطوا حتى كتحصلوا على خليط بحال هكذا البنات. صافي دابا غادي نزيد الكوك، ثلاثه المعالق كبار. غادي نزيد الدقيق كما قلت لكم جوج كيسان. غادي نحاول نخلي لكم المقادير لتحت في صندوق الوصف بالغرام وبالكاس. وغادي ندير معلقه ديال الخميره او ما يعادل 7 غرام، معلقه تكون عامره بحال هكذا. غادي نحاول نخلط بيديا ولا بلا سباتول. صافي حتى يتجمع لينا الخليط، عاد اخر حاجه كنزيدوها هي لي بيبي شوكولا. نجمع هذا العجين هذا بعدا. ممكن تخدموا بيديكم. كما قلت لكم زليفه ولا كاس يكون عامر مزيان. كل ما كثرتوهم كل ما كيجي الطعم ديال لي كوكيز بنين. صافي انا درت غير زليفه، غادي نعاود نخلط العجين. خصو يكون كيتلصق بحال هكذا باش كيجينا لي كوكيز ناجح. صافي غنخلط مزيان. من بعد ما كملت كتاخذوا البلاستيك الغذائي وغادي نغطي عليه. غنغطي على هذا الخليط هذا. صافي البنات، وغادي ندخلوا للثلاجه على الاقل واحد نص ساعه حتى تجمع لي الزبده، وعاد من بعد غادي ندوز باش نشكلوا كويرات. ضروري من هذه المرحله هذه ديروا هذا الخليط هذا في الثلاجه باش كيجيوكم لي كوكيز ناجحين. صافي ندخلوا يبرد ومن بعد نتلاقى معاكم. انا بديت كنشكل فيهم. كتاخذوا كويرات اللي يكونوا متوسطين في الحجم، تقريبا ديروا فيهم واحد 30 غرام في الكويره باش يجيوكم بحال بحال في الشكل. ها نتوما البنات على هذا الشكل هذا. صافي وغادي نحطها في الطاوه. كتكوروهم بحال هكذا. صافي وتنزلوهم في الطاوه. شفتوا الشكل ديالهم كيكونوا متوسطين في الحجم. غادي نكملهم بحال هكذا. كتبسطوا الكويرات غير شي شويه بصبعكم بحال هكذا. كدهنوا شويه صبعكم بالزيت. صافي وكتبقاو تبسطوهم بحال هكذا غير شي شويه.
صافي وكيبان الا بان لكم ما فيهمش الحبيبات بحال هكذا من الوجه ديالهم، كتزيدوا لهم شي شويه حبيبات ديال الشوكولاط، كتضغطوا عليهم بحال هكذا غير شي شويه. صافي وتضغطوا عليهم بحال هكذا. بحال هكذا نزيد هنا شويه. غادي ندخلهم للفران يطيبوا. اللي سبق ليا وسخنته على 170 درجه حراريه، شعلته من الفوق ومن التحت حتى سخن مزيان. غادي ندخل الطاوه ديال لي كوكيز. بالنسبه للقياس اللي عطيتكم ولا المقادير اللي عطيتكم، كيخرجوا لي طاوه على هذا الشكل هذا، وانتم الا بغيتوا كسر البنات ضاعفوا المقادير اللي عطيتكم. المهم انا غادي ندخلهم يطيبوا ومن بعد نوريكم الشكل النهائي ديالهم كيفاش كيجيو. ما كياخذوش الوقت بزاف في الطياب، دغيا دغيا كيوجدوا. من بعد ما كتخرجوهم من الفران كتخليوهم حتى يبردوا مزيان في الطاوه، عاد من بعد ديك الساعه كتحولوهم شي سوبيره ديال الزاج ولا شي علبه ديال البلاستيك باش تحتفظوا بهم. كيجيو البنات لذادين في الطعم ديالهم. الا بغيتوهم يجيوكم شويه مبسطين حاولوا تبركوا عليهم بيديكم بزاف، انا بركت عليهم غير شي شويه بصباعي. صافي غنديرهم انا في هاد الطويسات هادو ديال الزاج، كيجيو زوينين في التقديم. غادي نفتح لكم واحد الوحيده باش تشوفوا حتى كيفاش جا الشكل ديالهم من الداخل. كيجيو مقرمشين من برا ورطبين وهشاشين من الداخل. كنتمنى البنات يكون واضح عندكم. شفتوا كل ما كثرتوا هذوك الحبيبات الشوكولاته كل ما كيجيو باينين فيهم. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم في الدار وينالوا الاعجاب ديالكم. كنتمنى المحتوى ديال الفيديو ديال هذا النهار يكون عجبكم. ما تنساونيش من اللايك ديالكم، تعليقاتكم اللي كتخليو ليا دائما. الى مازال ما اشتركتوش في القناه اشتركوا وفعلوا الجرس باش ديما ان شاء الله يوصلكم الجديد ديالي. غادي نقول لكم بسلام عليكم ونهاركم مبروك حتى الفيديو الجاي مع وصفات جدادين واقتراحات جدادين ان شاء الله. بسلام عليكم. ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفات طال سقامي، كيف نبقى حيور وانتي مسلية روحي يا الغزال فاطمة. ارحمي يا راحت العقل ترحمي.